بتقولي مين؟ هانم الباشا هي قالت لي كده. طيب، قولي لها ولا اقول لك؟ قولي لي انت، انا ايه شكلي حلو اموره ولا سيادتك ايه؟ زي القمر يا هانم. لا بلاش هانم دي، قول لها بلاش. لا استني بقول لك ايه، قدمي لها حاجه تشربها. حاضر، ولا اقول لك استني، تحت امر. خليها كده قاعده لوحدها على جنب، ها لوحدها. ولا اقول لك استني، نص ساعه بالظبط وتدخليها. ماشي حاضر يا فندم. استني، ما تعمليش اي حاجه من الحاجات دي كلها الا لما اكلمك. اوكي حاضر. يلا يلا اهو، نعمل ثواب على الله يطمر في حضره الضابط ده. هنقعد كده كتير يا حلوه؟ ما اقدرش ادخل حضرتك الا لو امرت. يوه، في حاجه يا هانم؟ بقول لك ايه، اذا كانت مشغوله نجي لها وقت تاني. انا خلاص عفريت الدنيا بتتنطط في وشي. لا لا استني. نسرين، دخلي اللي اسمها ايه دي. اسمي هانم يا الدلعادي. ادخلي يا ماما. ماما في البيت يا نوغ. اتفضلي ستي. يا نعم. سوري يا هانم على انشغالي. I was working all the time. طيبك معاكي يا حلوه. شوفي حاجه لهانم تشربها علشان تهدى. ليه بنقطع في شعري قدامك؟ عصير ينفع؟ اتنين عصير. بقولك ايه يا حلوه، اللي عايز يعمل خير في حد ما يتأنزحش بيه على الناس. ما يت ايه؟ ما تعرفيش يتأنزح يعني ايه؟ عايزه ايه دي؟ قولي لي يا هانم، هو انت ليه تحكمي عليا من غير ما نتكلم؟ العينه بينه يا حلو. ايوه بس انت ما بينتليش اي حاجه خير عند اختك، علشان كده طلبت منك تيجي هنا عشان نعرف نتكلم كويس. مش فاهمه ايه المطلوب مني بالظبط. بقولك يا هانم، هو انت تتمنيني الخير يعني؟ يعني مع اللي كان بيتكلم عليكي وناقص يعيط؟ شفيق whatever ايه هو المهم يعني في الموضوع، ان انا قررت اتجوزه، او بمعنى اصح بابي امر بكده. والمطلوب مني نزغرت لك ولا نرقص لكم في الفرح؟ لا ابدا، هو طلب مني ان انا اسافر اختك باريس عشان تتعالج، بس انا قلت له احنا نجيب دكتور هنا يعالج اختك وبعض الحالات المعدمه يعني. وانا المفروض بقى من المعدمه دي مش كده؟ لا لا سوري، I didn't mean that exactly. يعني انا قصدي يعني مش قصدي المعنى الحرفي، فاهمه قصدي يعني ولا ايه؟ مطلوب مني ايه يا حلوه؟ والله يا هانم انا مش عارفه بصراحه كده، انا مش عارفه ليه قلقانه منك، مع ان يعني الفرق يعني سوري برضو تاني بيني وبينك زي فرق كده من هنا وامريكا. بقول لك ايه يا حلوه، لا مؤاخذه، يا تعملي الخير من سكات من غير لت وعجن وكلام يوصلك للغلط، يا تقطمي والله الغني يا اختي عن خدماتك. أي صوصة؟ صوصة؟ نعم. انت كمان وحشتني قوي. وحشتك؟ وحشتك ده ايه؟ وحش الميل هفك يا بعيدة. عايزة ايه يا هيفا؟ هانم واقفة قدامي. هانم مين؟ هانم الباشا؟ احنا عندنا غيرها؟ ليه مش عايز تكلمها؟ كلمها بليز عشان خاطري. كلمها كلمها. انا قلت كده؟ كلمها كده قولها اي كلمتين عشان يهدوها، متعصبه قوي يا صاصا. سيبيني نمشي احسن لك. بليز كلمي سيبي. كلمي انا ما بنكلمش صاصات. سيبيني نمشي احسن لك. خاطري بليز. هاتي صاصا يا اختي سيبيه هنا وتعالى امشي بقى. هنا هنا ولا لا؟ قلت لك ما بنكلمش صاصات. هنوقف تاني. ايه اللي بيحصل ده؟ الو الو، انتوا كده يا بنات، انتوا كده يفضل عقلكوا صغير مهما كبرتوا. والله والله يا دكتور عوني انا مشدد عليها. رسلان بيه، انا بعتذر بالنيابه عني وعن هاني مخي. لا يا اخويا ما حدش يتكلم عن لسان، انا عندي لسان طوله. يا ستي انا اللي بتاسف لك. يا رسلان بيه مش للدرجه دي حضرتك. الموقف من جه دارك جاب الحق عليك، واحنا ناس صعيده ونفهم في الاصول. الاصول عند الصعايده اصول باخلاق، يعرفوا الواجب، لما يحبوا يعملوا معروف في حد ما يجيبوهوش لحد عنده عشان يذلوه.
أما الأصول اللي عند بنت حضرتك شركات وعربيات وعمارات، دي تاخدوا عليها كروت وبعدين تفكوا على بر. عايزة تاخد الولا تاخده بجملة اللي اتاخد مني واللي هيتاخد، مبروك عليها، مش كده يا عوني؟ يلا بينا هن. والله ما هتمشي وانتوا زعلانين، وأول ما هتوصل المستشفى هكون عملت اتصالاتي، وعلاج أختك هيكون على حسابي شخصيا. الله الغني. هاني وبعدين هان، ولو قلتلك عشان خاطري يا باشا؟ خاطرك على راسي وعلى راسها وعلى راس أهلنا كلنا. أسمعها منها أرجوك. يا هاني وانت ذنبك ايه يا بيه؟ هي قللت الرباية. ذنبي اني ما ربتهاش كفاية. واني بقى ربتها لك. يعني انت بزعلانة؟ يا باشا سيبك منها، ان شاء الله حتى تولع. لا 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 لا، إلا هي يا دكتور. أنا مش عايزة حاجة يا بيه، أنا عايزينها تبعد عني وخلاص. وانتي تبعدي عن خطيبها؟ يا باشا عيب أوي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. هنبعد عنه؟ هنبعد عنه ليه يعني؟ هنبعد عنه ازاي يعني؟ هو فين واني فين يا بيه؟ انت بنت طيبة وبنت ناس طيبين يا هانم. أنا عارف، بس أنا نقصد بقى أن هي يا رسلان بيه، هانم قصدها أن أي حاجة ما بينها وما بين صادق باشا انتهت. أسمعها منها أرجوك. أيوة. أيوة إيه يا بنتي؟ ملوش حاجة عندي. خلاص، يبقى مفيش داعي يعرف أي حاجة من اللي حصلت. ثق تماماً يا باشا إن أي حاجة حصلت النهاردة مش هيعرف عنها حاجة. أسمعها منها أرجوك، وحدخلها تعتذر حالاً. لا مفيش داعي يعني من الاعتذار. هيفاء، تعالي لي من فضلك. أوامرك. أختك هانم خلاص سامحتك على صفقتك وقلة ذوقك معاها، حقي نفسك واعتذري لها بطريقة مقبولة. I am sorry. أنسة هيفاء. أسفة. خلاص يا حلوة سامحناكي. بوسي على راسها. ليه تبوس على راسي ليه؟ كانت بطحتني، سامحناها وخلاص. ومين قالك كده؟ أنا كنت ممكن أعمل كده أصلا. أنا بنقول لك سيبها لي نربيها. ايه ده؟ ايه ده؟ هم 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 يا شيخة حرام عليك، اتقي الله. انت عاجبك يعني اللي هانم عملته في البيت؟ ما هي زي ما تكون جاية تبيع وتشتري فينا. الله، أنا هانم صعبانة عليا قوي. انت فاتك بقى البت هانم وهي بتقول لها بلاش عنطزة كدابة. بت ابعد كوني شنطانة في أختك. اخسى عليك يا سلمى، ليه بتقولي كده يا بت؟ اصل دي اول مره هانم تحب فيها، واكيد اخر مره. البت اتعقدت. انا مش مستغربه حب البت هانم للولا، اللي مستغربه له ان شكل هيفا بتحب صادق. انا قلبي مقبوض مش عارفه ليه. لا بعد الشر ان شاء الله. الو، ده هو يا بنت ده هو. ايوه. لا هانم مش هنا. لا خير ان شاء الله، هو بس الموبايل انكسر. طب ابلغها ايه؟ حاضر حاضر. سلام سلام. كان عايز ايه يا بنت؟ كان عايز يبلغها ان هو مع نواعم ومدبولي ولمه من تجار الزنقه حوالي 100,000 جنيه. يا رب يتجوزها يا رب يا رب. فيها هانم ايه اللي حصل؟ اللي في بالي ولا حاجه تانية؟ ما حصلش حاجه. اوعي تكون البت مقصفه الرقبه دي ماده ادع عليكي. ده انا قرقشتها بسناني. جدع. جبتش حاجه من عندي؟ ما خلاص خلاص ما بقى. الو، ايوه يا حظاظ.